مشاهد الخبز هذه وسط أكوام المزابل لا تكاد تخلو منها شوارعنا، فأطنان الخبز يومياً تجمع من المزابل من طرف شركات التنظيف، لكن الطامة الكبرى حسبهم لا تكمن في المواطن والبيوت فحسب، بل أغلب هذا التبذير يكون على مستوى المطاعم المدرسية والجامعات والتجمعات. فيما يخص مادة الخبز يعني وللأسف ما زال نلقاوها، ولكن رانا نديروا في دراسات نتبعوا ونراهي مصادر تاع التبذير، شكون اللي راهي يبدر في الخبز، يا هل ترى رانا في الإيجابي ولا رانا في السلبي، يا هل ترى ما زال التبذير راه يزيد، يا هل ترى التبذير راه ينقص. لقينا باللي التبذير هذا على مستوى الأسرة الجزائرية ما يكون في حوالي 3% على مستوى الأسرة. الأكبر الكميات الكبيرة 20% من التبذير راه على مستوى التجمعات، المطاعم الجامعية، المطاعم المدرسية، المستشفيات، يعني هذه مطاعم الرحمة، خاصة مطاعم الرحمة في رمضان، هذه كلها خلات تخرج كميات من الخبز بلا من نشعر به. أموال طائلة تهدر سنويا في مجال تبذير الخبز، فبالرغم من استرجاع البعض منه إلى أنه لا يمكن مقارنته بما يضيع. لا هو يعني من ناحية الأسعار، تولي الأسعار إذا كان نديروا واحد العملية الخبز، أنت الخبزات تخلصها ب10 دنانير وهو ينباع 15 من 10 إلى 15 دينار للكيلوغرام الواحد، يعني ما يقارب 4 خبزات في الكيلو، يعني إذا كان على سبيل 250 غرام، هنا الأمر الأثمان هذه رخيصة كاملة يعني بالنسبة للباب هذا. أطنان من الخبز تجمعها يوميا شركات التنظيف من أكوام المزابل، والأدهى والأمر أن هذه المادة أسعارها مدعمة من الدولة لتصل إلى المواطن بأسعار معقولة، فهل يجب مراجعة هذه السياسة لكبح التبذير؟